السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة طبخ ليلى. غادي نقدم لكم ان شاء الله في هذا الفيديو جوج الوصفات كوجبة غداء او عشاء. اولهم سلطة بالقمح والطون، وغادي نقدم كذلك كفتة بالخضر، وكنتمنى انهم ينالوا اعجابكم. وبطبيعة الحال كيف ما باين من العنوان ان هذا الفيديو تعاوني بيني وبين الاخت خديجة من قناة كويزين ام نضال. كنتمنى انكم تزوروا القناة ديالها وتعرفوا عليها اكثر وتشاركوا عندها، ونخليكم مع الوصفه اللي غادي تقدم لكم. غادي نبداو على بركه الله. اول حاجه غادي نبداو بها واللي هي الكفته. هنا عندي نص كيلو ديال الكفته، غادي نحتاج معاها جوج خيزوات صغار محكوكين او وحده كبيره، عندي قرعه خضراء محكوكه حتى هي رقيقه، نص بصلة كبيرة محكوكة رقيقة، عندي كذلك فص ديال الثومة صغير محكوك. بالنسبة للتوابل غادي نحتاج معلقة صغيرة ديال الكمون، معلقة صغيرة ديال التحميرة، ونص معلقة صغيرة ديال الإبزار، والملح على حسب الذوق، وغادي نحتاج كذلك بيضة. غادي نبداو على بركة الله. كناخذ الكفتة غادي نضيف لها الخضر اللي سبق لي ذكرتهم، خيزو، قرعة خضراء، وبصله، وفص ديال الثومه صغير ما نكثروش الثومه، غادي نضيف التوابل اللي سبق لي ذكرت، بزار، كمون، تحميره، والملحه. غادي نخلط هادشي كامل مزيان، من الاحسن نستعملوا يدينا. كنخلطهم مزيان حتى كينسجموا مع بعضياتهم. هاد الكفته هادي كتجي لذيذه بزاف، وكيف شفتوا معايا صحيه، فيها الخضر. الا كانوا وليداتكم ما تعجبهمش الخضره ياكلوها هكاك بحال هكا ما غاديش يحسوا بها. غادي نضيف بيضه، غادي نخلط كلشي مزيان، وكنخليها واحد الساعه تقريبا بحال هكا حتى كتنشف لينا هاد الكفته ديالنا، وكندوزو نوجدو السلطه اللي غادي نرافقوها بها. دابا غادي ندوزو للسلطه اللي غادي نحتاج فيها. عندي تقريبا واحد 250 غرام ديال حبوب القمح، ممكن تاخدو حتى الرز، والكمية على حسب عدد الأشخاص. خديته وسلقته مع شوية ديال الملحة والزيت كيف كتشوفوا، وصفيته. عندي علبة ديال المايس، أوراق الخس، عندي واحد ثلاثة مطيشات، طريف ديال البصلة، علبة ديال الطون صفيتها من الزيت. غادي نحتاج كذلك الملحة، الإبزار، زيت الزيتون، غادي نحتاج مايونيز، وشويه ديال الخل او عصير الحامض. غادي نقطع مطيشه طريفات صغار، يكونوا صغار باش يجينا الشكل ديالهم زوين، وكذلك كيتهزوا بالمعلقه ساهل بحال هكا. مطيشه صفيتها حيدت لها الزريعه ديالها. من بعد غادي نقطع البصله حتى هي طريفات صغار، غادي نحاول نقطعها طريفات صغيورين بزاف. الخس حتى هو غادي نقطعو، كيف كتشوفوا معايا قطعت البصله والخس ومطيشه. غادي نضيف ليهم حبوب ديال القمح، كيف سبق ليا ذكرت لكم انني سلقتهم مع الماء والملح وصفيتهم. غادي نضيف مايس او الذره،
شويه ديال الملحه. الملحه ما غاديش نكثر حيت اصلا القمح عندي سلقته مع الملحه. شويه ديال الابزار. دابا غادي نخليهم على جنب. غادي ناخذ زلافه صغيره غندير فيها تقريبا ما غاديش نكثر المايونيز. غادي ندير معلقه صغيره معلقه صغيره ديال الخل او الحامض اللي كان متوفر عندكم وزيت الزيتون. تقريبا واحد معلقه كبيره ديال زيت الزيتون. غادي نخلط كلشي مزيان. كنضيف الخليط ديال المطيشه والقمح اللي درناه والمايس. صافي غادي نخلط كلشي مزيان. هاد الشلاضه هادي كتجي لذيذه بزاف وفي نفس الوقت صحيه. دابا غادي ناخذ السلطه ديالي نحطها في طبق ديال التقديم. غادي ناخذ الطون وكنحطو في الوسط ديال هاد السلطه. ممكن تخلطوه معاه. كناخذ مره اخرى شويه ديال المايونيز تقريبا واحد معلقه كبيره وغادي نزيد عليها شويه ديال عصير الحامض او الخل وشويه ديال الماء حيت بغيت هاد المايونيز يكون خفيف شويه ما يبقاش ثقيل. وغادي نخلط مزيان. كيف كتشوفوا ولا لي على هذا الشكل. غادي نخليه على جنب حتى كنبغي نقدمه وكندير خطوط من فوق هاد السلطه اللي حضرتها. ودابا غادي ندوزو نحضروا الكفته اللي سبق لينا خليناها ترقد مع الخضره والعطريه. هذه هي الكفته ديالنا درتها في الثلاجه كيف كتشوفوا راه شربات هذيك البيضه اللي ضفت ليها. دابا غادي نشكلها على حسب الحجم اللي بغينا. كنديروا مقله كتسخن فيها شويه ديال زيت الزيتون. دابا الزيت ديالنا ها هو سخن. غادي ناخذوا الكفته اللي شكلناها. باش ما تحرقش لينا الكفته كنقصوا شويه من العافيه كنخليوها مهيله شويه. وكنكملوا بنفس الطريقه التشكيل ديال الكفته. مره كنقلبوا الكفته ديالنا. دابا الكفته ديالنا بعد ما طابت كنحيدها وكنكمل بنفس العمليه. هذه الكفته ديالنا من بعد ما طابت خديت الطبسي اللي غادي نقدم فيه الكفته درت فيه الخس وغادي نحط الكفته ديالي. دابا غادي ناخذ السلطه ديالي وغادي نحط فيها المايونيز اللي حضرته. غادي نديرو بشكل عشوائي.
ممكن تخليوها هكا بلا مايونيز حتى هي كتجي مزيان. ممكن تدوزوا عليها خطيطات ديال زيت الزيتون. صافي هادو هما الاطباق ديالي اللي حضرت اللي كانت عباره عن سلطه بالقمح وكذلك الكفته اللي حضرتها مع الخضر. كنتمنى ان الوصفات ديال اليوم ينالوا اعجابكم وتجربوهم. ما تنساوش تشتركوا في القناه وكذلك تضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد، ونطلعوا ان شاء الله في وصفه جديده.